خير. واليوم 11 ديسمبر 2021، وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح يدخل طرف معين على خط الوساطة بينك وبين جهة اختلفت معها على بعض الحقوق المالية، بالإضافة لاهتمامك الواضح بترتيب وضعك المهني بشكل أقوى. عاطفيا تبدو حريص على تجاهل المواقف الصعبة اللي ممكن تعرض علاقتك مع الشريك للكثير من الاختلافات العميقة، وخصوصا أنه علاقتكم مع بعض أصبحت عم تشهد ظروف خارجة عن إرادتكم سوا. مولود برج الثور عم بتمر بمرحلة مهنية جديدة قد تكون هي الأصعب بمشوارك العملي بسبب حجم المخاطر المالية من جهة، والمسؤوليات المطلوب منك الالتزام فيها للمحيط المقرب منك من جهة تانية. عاطفيا عم بتعيش أجواء صراعات عاطفية سابقة حصلت بينك وبين الشريك، ومع ذلك تبدو حريص على سلامة استقرارك معه مهما كان مستوى التناقض العاطفي الموجود بيناتكم. مولود برج الجوزاء تبدو جاهز لأي مسعى جدي ممكن يوصلك لنتائج مهنية أفضل من الواقع الحالي يلي أصبح عم يفرض عليك حدود مالية معينة، ومن الصعب أنها تغطي احتياجاتك الحياتية. عاطفيا عم تزعل من الشريك بدون سبب واضح، وتبدو جاهز لتبني مواقف دفاعية تساعدك على تحميل مسؤولية الوضع الحالي يلي عم بتعيشوه سوا مع بعض. مولود برج السرطان، رح تتعلم من تجاربك السابقة بإدارة أعمالك القادمة، ورح تتخذ القرارات الجدية يلي رح تساعدك على التحكم بمصيرك المهني بشكل أقوى. عاطفيا ما رح ترضى بتعريض علاقتك مع الشريك للمزيد من الضغوطات، وكأنك رح تعتمد أسلوب الشد والتراخي معه بهدف الوصول لتوازن عاطفي يضمن لك الاستقرار المطلوب منه. مولود برج الأسد، عم بتعيش على أعصابك على الصعيد المهني بسبب الأجواء الصعبة يلي عم تمنعك من استكمال خطواتك بتحقيق مكاسب إضافية، بالإضافة لمشروع السفر عم تتحضر لإتمامه. عاطفيا التنازل عن بعض المواقف الحياتية تبدو خطوة ممتازة لتقريب المسافات الودية ما بينك وبين الشريك، وبذات الوقت رح تجتهد على مضاعفة أجواء التفاهم بيناتكم بشكل مريح أكثر. مولود العذراء، عم بتواجهك تحديات مهنية جديدة عم تفقدك الرغبة والحماس على البقاء بوظيفتك الحالية، وبذات الوقت عم تمنعك من تحقيق أي إنجازات مطلبية مرتبطة بوضعك المالي. عاطفيا عم بتفكر بتسويات عاطفية تهدي من أجواء التوتر الموجود بينك وبين الشريك، حتى لو كنت على علم مسبق بالنتيجة، ولكن مبدأ المحاولة من طرفك رح تخليه بموقف محرج قدام بعض الناس. مولود الميزان، عم بخف الضغط المهني اللي كان محاصرك بالسابق، والوقت يعتبر مناسب لاتخاذ القرار المباشر بوظيفتك الحالية وبعملية تخصيص الوقت الكافي المرتبط بإدارة أعمالك الخاصة. عاطفيا تغيير أسلوبك مع الشريك رح يفيدك بتسوية خلافاتك القديمة معه من بعد ما تأكدت أنك الشخص الوحيد المفضل عنده، ومن الصعب ينسى مواقفك الحياتية مهما حاول يخبرك عنك حقيقة هيدي الأمور. مولود العقرب الفلك، عم يتحدث عن انتقال مهني من مرحلة لمرحلة بانتظارك مهما حاولت تمديد فترة بقائك بنفس وظيفتك الحالية، ورح تلاحظ بعد فترة أنه عملية استمرارك بنفس المكان كان مضيعة للوقت. عاطفيا تبدو متخوف من تصعيد الخلاف بينك وبين الشريك، وخصوصا أنه الأجواء بيناتكم ابتدت تشهد نوع من المسافات العاطفية بسبب الضغوطات النفسية اللي عم تواجهكم سوا. مولود برج القوس، تبدو رافض مبدأ تجربة أي نشاط عمل ما بيتناسب مع ظروفك المالية مهما كانت حاجتك للاستقرار المهني، بالإضافة لاهتمامك الواضح بالنتائج المستقبلية المرتبطة بأي فرصة عمل ممكن تجيك فجأة. عاطفيا عم بيصعب عليك تفسير مواقف الشريك وتقلبات مشاعره تجاهك، ومن المحتمل تنتهي الأمور بينك وبينه بشكل مفاجئ على أسباب جدا سطحية، بالإضافة لمتابعة صحيحة
صحية بانتظارك. مولود برج الجدي عم تشعر بأنك ابتديت تفقد جزء كتير كبير من المستوى المالي اللي كنت متعود عليه بالسابق، وتبدو حاجتك للاستقلالية بمكان عمل جديد واضحة عليك، بالإضافة لانشغالك الواضح بترتيب وضعك المهني مع مصدر خارجي. عاطفيا تبدو متردد بحسم مواقفك النهائية مع الشريك، وقد يكون الأمر خاضع لاعتبارات مشتركة بتخص الطرفين، بالإضافة لمبادرة جديدة ممكن تهدي من سلبية الأمور بينك وبينه. مولود برج الدلو عدم رضاك عن وضعك المهني يبدو واضح جدا عليك، ومن المحتمل تعلن عن موقفك النهائي المرتبط بهيدي الأجواء، والفلك عم يتحدث عن قواسم مشتركة بينك وبين جهة جديدة، ومن المحتمل توصلك لشروط مهنية ترضي الطرفين. عاطفيا خلافاتك مع الشريك قابلة للتطور والتصعيد بأي لحظة، بالرغم من محاولاتك الملحة للضغط باتجاه فصل مشاكلك الحياتية عن سلوكية ومفاهيمه الصعبة يلي عم بتسبب لك إزعاج وضغط نفسي مش مقبول. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت عم تجتهد على توفير كل المكونات المهنية يلي ممكن تسهل أمورك مع جهة نافذة تضمن لك البدء بعلاج فوري لظروفك المالية والقانونية بشكل أسرع. عاطفيا ما زالت النتيجة غير واضحة قدامك على الصعيد العاطفي، وخصوصا إذا كنت متأمل بمصالحة أو بعودة الأمور لطبيعتها مع الشريك، بالرغم من اشتياقك الواضح لترتيب أمورك معه عن جديد. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. باي باي.